جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. هي الرحلة انطلقت 17 جانفي 2017. الحقيقة احنا لما محلانا 5 و5 علينا، فما تضامن، فما لحمة، ثم أراء، معناها تبادل الأراء، وهذا الكل يفيد بالتالي العمل. الرحلة حلوة، العروض بدينا بالكاتريا مار، مشينا المونديال، ديما أنا مخي في الكاتريا مار، بدينا بالمونديال، مشينا القفصة، عرضنا، عرضنا، رجعنا عرضنا في مدنين، عرضنا ذي العرض تاع الصحراء، هذا في دوز، احنا عرضنا في دوز قبل في وسط البلاد، كما عرضنا في قبل في تطاوين، في جبس، هذوما الكل في بداية عروض المسرحية. عرضت في الصحراء، صارت الطرفة غادي؟ ها عرضنا تو معناه في الصيف، هذه نوي البقعة في الصحراء، وهي المقترح نتاع علي يحيى ومخرج المسرحية، هو روسي علي. قولنا فما كلمة أنا قال ما نقول راني بخومضة مقربعة معناها علي من الناس اللي يعني يعمل حاجات عنده طلعات، الطلعات اللي تحب أنت، يعني عمل حكاية الصحراء ذي والرملة بقى محلاها، ولا فضاء ولا معناها ركح، وما مخدمناش بالديكور بحكم عمل هو دون هكا دوسابل وكذا، اما الموجود ما احناش خافوا من الحنوشه والصحراء ذي ما فيش لعبه. اللي حاسيلو انا الحقيقه نقرا في القران لين وليت مانيش فاهم اش نقول، خاطر ولا داخل بعض لا تفهم لا قران، في الاخر وليت نسمع في روحي نقول كافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا علينا ولا عطفين. أما تعدى العرض حلو على الأخر، الجمهور بصفة غريبة جاء، يعني يمكن النوايل الكل جو، وتعدى العرض حلو، وكنت أنا من عمانيها يتنجم تقولوا فما شكون قالها وصارت قبل في المسرح التونسي، وأنا عاملة 43 سنة مسرح، أنا عندي معلومة أخير منها، أنا عمري ما عملناها، عمري ما سمعت بها تعملت، علاش سميتها الدربيعة؟ خاطر فيها تقربيع فيها كنت يعني على حسب الخبره بتاعك نجم نقولوا اول مره تتعمل عرض في الصحراء. المسرحيه كعب الغزال هو مش معناها مجرد عرض، خاطر الفضاء الواقعي للمسرحيه ويدور في الصحراء. والله باش ما نعملوش عرض خاص قياسي كي توفرت الفرصه في الفضاء الواقعي المسرحي، هو من المنبع هو تم تجنس ما بين الفضاء وحدث المسرحي، مش فازه معناها، ما هو فقط كي جاء المقترح من اصدقائنا مهرجان النويل، حكينا معاهم كانوا سعداء باستقبالنا، كيف احنا لبينا الدعوه، يكون قايل هي مسرحيه تعرض الحمامات وكارتاج، كيف معناها مش المشكله، مش هذه مشكله انك تتوفر ظروف تعرف في اي مكان، كما في المهديه عرضنا في برج المهديه، معناها مش على الركح، وقع توظيف الفضاء البارح في 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 بوكرنيل، كيف وقع توظيف الفضاء مش على الركح فقط في كارتاج، كيف هو التوظيف والادابتاسيون تاع المسرحيه على الفضاء، هذا هو في النوير كانت تجربه قياسيه ممكن تعمل مره مرتين، خاطرها شاقه جدا، تراكس تخلو وثم ميناجمون ديسباس يقع كامل مجهود كوريغرافي زاد غادي تحرك الممثلين يعني كوريغرافي على الرمله صعيب برشا واضح معناها أول مرة تتعامل معها هزك للصح لا عاد ثاني مرة لك والله كانت حلوة برشا معناها تقعد في تاريخ مسيرتي حاجة رماركابل امبيكابل برشا حاجات يعني برشا ونعود تحلوين على خاطر كيما كان يقول لك هي احنا نخدموا على الصحراء يا اخي مشينا خدمناها في الصحراء على الطبيعه كنت تسير فيها على العروض احنا قبل ما نمشوا للنويل ونخرج بيك معنا نتطور ونخرج بيك معنا ندخل بيك معنا مشينا شاركنا في اسبوع الثقافي التونسي في ابو ظبي كان زاد عرض شيق وممتاز فرحوا بينا وعجبهم العرض وخلينا سمعه واصداء طيبه
ان شاء الله عنا زادا هاي السلسله تاع العروض ذي كارتاج ومشينا للحمام الانف هو كان يحكي لك سالي ويضرب شي زيد كامل يحكي لك زاد عنا رحله للجزائر ان شاء الله في تاق قسنطين عاصمه ثقافيه عربيه انا سلسله من العروض ان شاء الله تكون في سبتمبر يمكن ما زلت لنا سوسه ما اقترحوا ليش مستير استنى تنقول اي نورمال ونابل هذوما معناها خاطر بنزرت اقترح يعني انا نكون في الاختتام من بعد نجم يكون ظروفها ما سمحتش ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله تواتي سوسه ومستير ولا بقيت سوسه ومستير مازال ان شاء الله باش يشوفوا متى العمل هذايا شو كان ماهوش باهي احنا ما نحسوش باش نقولوا الكلام هذايا اما انا شخصيا حريصه جدا على ان يشوفها المتلقي التونسي في برشا ولايات زاده نرجع من توا كي نزيدوا نحكيوا على الولايات ونرجع لعرض قرطاج كان رائع بشهاده الجمهور اللي قعد يصفق طويل وطويل جدا بعد ما كملنا وعملنا التحيه للبيع للجمهور كان هو في عرض البازيليك معناها فضاء البازيليك فضاء البازيليك وراء الاسوار كان عرض حلو الحقيقه مش كنا خايفين كنا فما شكون اول مره باش يعرض في كارتاج ما يعني عرفت فيه فما شكون اول مره يعرض في كارتاج يعني فما احساس غريب فما خوف فما تراك تعدى بسلام والحمد لله كيما البارح خلينا زادة أصداء طيبة في حمام نمف يعني ما كانوش ينتظروا اللي شافوه الصدقة ما يعرفوش تو يحكيك سالي على عرض المهدية خاطر في حكاية عرض المهدية وش قبل عرض المهدية بالعرض التعقيد هو فما ميزة المسرحية ذي لكن نحكيو على انه اللي يعمل بلا هو العروض التجاريه المسرحيه هذه لها بالعكس لانه هذايا يمكن نقطه تحسب سعدي الذكاء سعدي لانك تشوف المسرحيه مسرحيه كعب الغزال فنيا راقيه جدا لكن خدمها بطريقه انه ما تقلقش تجذب الجمهور ما تنجمش معناها تنجم تجذب لها الجمهور ويبقى يتبع على تنجم حتى مسرحيه تنجم تخدم في المهرجانات الصيفيه كما تنجم تخدم في المهرجانات العاديه. هذه الميزه المسرحيه اللي انا لاحظتها في بعض متابعتي للعروض. واضح بالنسبه لعرض المهديه وقلنا فما حكايه في عرض المهديه. عرض المهدي أول حاجة فضاء البرج كفضاء هو ناسبنا برشا على خاطر فضاء أثري وقريب ياسر من المسرحية أيضا في عرض المهدي وقع لنا حادث وتقني خارج عن نطاقنا احنا كفريق كعب الغزال تقصدنا أربع مرات أربع مرات متتالية بحيث المرة الثالثة دخلت كمخرج بحيث ولت متداولة كلمة رمزية دخلت كمخرج باش نحبسوا العرض لكن اللي فاجأني هو الجمهور تصرف الجمهور المهدية شعمل الجمهور المهدية فضل رفضا قاطعا انه يغادر المكان وكمل العرض بالبورتابل حل البورتابل وأصر انه يكمل العرض حتى نرجع الضوء ترجع له وكان احتضان كبير للممثلين بعد العرض وتشجيع كبير بالرغم في البدايه معنا كنا متخوفين احنا حددنا خاطر اول تجربه المهرجانات الصيفيه ما كانش عندنا الخبره الكافيه مثل ما قلت لك عندنا سابقا الخبره لكن احنا ما كانش عندنا الخبره الكافيه في المهرجانات الصيفيه اللي نسمع عن حتى ومعاكم على المباشر وسمعت في اخرى اللي المهرجان الصيفيه تقريبا خاصه للترفيه هذا نسبي في الحقيقه هذه نسبيه واثبتنا انها نسبيه بحضور الجمهور بنجاح المسرحيه. واضح درس كبير هذا من جمهور المهديه اللي نوجه له تحيه لاحترام العمل ولاحترام الممثل والفنان والمبدع احنا باش نمشيو لاخبار نوصلي كما قلنا ومن بعد نرجع معكم في جوهره باي نايت تاعنا جوهره سيتي العزيزه سني تحصل على المرتبه الثانيه في نسبه المشاهده اي نورمالمون هكاك انا سمعت اللي هو ف
في الاول كان طالع وبعد في الاخر بكل كي وقت الاحصائيات طلع يعني هو جاثل. الحمد لله. تعتبره نجاح العمل؟ نجاح. معليش نجاح، رايي الخاص. الجزء الخامس هذا بالنسبه لسيدتي العزيزه. والحاجه اشوف مهما كان شكون يكتب ومهما كان شكون يمثل ومهما 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 كي يبدا يوصل الجزء الخامس وتلقاه في المرتبة الثانية ناجح عندنا، خاطر الشعر المتفرج التونسي ما عادش يعدي عليه حتى حد في المسرح في السينما في التلفزة، يعني يعرف على شنو يتفرج ويعرف شنو، وبالتالي أنت تعرف علاش نجح. أنا نتصوره ناجح بكل ما فيه، ما فما حتى عمل هو شي دوفر وما فيهش نقائص، ما فيهش حاجات هزات معناها هذا مفروغ منه. أما أنا كي سمعت بيه وجاي في الجزء الثاني يعني نجح بعد خمسة، بعد يعني أربعة أجزاء وهذا الخامس. مع كامل احتراماتي معناها للآراء الكل اللي سمعتها. شنو هي الحاجات اللي خلته ينجح السنة بالنسبة لك أنت؟ والله هو المسلسل السلسلة هي دي محبوبة ياسر يعني في تونس ولا مغاربيا، يعني أنا شفت الأزهار في الجزائر وسمعت بها في ليبيا وسمعت بها في المغرب، كانت يعني الناس تبع ياسر ويحبوه برشا، وفي تونس ده محبوب ياسر بكل ما ثم منها، ومكعرة هذه ملفقة هذه زايدة، هاو رجوع خميسة مجاش، هاو وجود كمال التواتي أرزين، يعني فما عباد تقول هكا، لكن مع كل شيء هانا تواجدنا ياسر احنا جمعة والعيد وفهم هانا نهمشوا في أهالي الريف، يعني مع تواجد هالأراء هذه معناها وصلتكم انتقادات على تهميش أهالي الريف؟ اي لا وصلتني لم عليك؟ لا فما شكون يمكن لم علي، هو ما طرحليش الحكايه كلام كسؤال، يعني الشخصيه هذيك تاع جمعه اسكا حبيت نضحك بها على المراه الريفيه، غلط برشا خاطر ما نجمش نضحك على اي مراه، ما نجمش نعمل شخصيه باش نضحك على المراه وخاصه الريفيه، خاطر المراه الريفيه هي جدتي هي امي هي اختي هي اللي قعدت معايا هي انا، ما نجمش نضحك عليها. هذيك شخصية كاريكاتورية، كان شوية من خيال الممثل شوية من خيال معناها جزء كبير من المؤلف والمخرج، وتجي ما هيش يعني عملنا كيكة تلبس ولا انا نعرف شكون، ومشيت شفتها كيفاش تمشي وكيفاش تتكلم كيفاش طيب كيفاش درست الشخصية قبل ما تتكلم، رجعت فما مرجعية في المجتمع اللي هي ديما نخدم عليها، هي زوز نساء خلطتهم في بعض. أنا فما زوز شخصيات في الواقع في الدنيا هكا يشبهوا الجمع هكاك ناحيك لونتانيت هكا والله العظيم يا تلبس شو بون الله يرحمها اذكر موتكم بخير والله يذكر فيها بخير، نحكي في الحقيقه تلبس سروال، ما هو على الحكايه الكل على المظهر، تلبس سروال وتحط روبا طويلة وبعد منها تحط جو، نقول أنا علاش ما تحطيش جو بلوطة باش ما يظهر، لا تقول لي لازم يبانو فوق، فهمتها كيفاش؟ معناها فما تعصف راسها وتتغطى، لكن اللونتانات هذوكم عملناهم يعني ماهمش موجودين عند الشخصية هذيا، وماني هاني عاودت قلت لك يعني نقدوا ياسر مع كل نقد، هو ما فما حتى عمل خالي باش ينقدوه، لكن من غير انتقاد، مش انتقاد نقد، هو النقد هو اللي يبني ويجيب الحاجات الباهية، ولو لم يكن نقد ما فماش حاجات باهية. أنا المسلسل ناجح وموجود في المرتبة الثانية، لا الناس ندخلوا نخرجوا فيه معناها بطريقتنا هذه الكلمة، الناس نبرجوا، أما نقرا في داري وحدي باش نحفظ وقتها، خاطر يونس الفرحي معناها تحية لي مخلينك حرية، وحاجة ما فهمتهاش حاجة تحب تبدلها، خاطر ساعات فما حاجات نجمش تنطقهم
مرتاح. مثلا بدل تنجم تزيد وحدك وكي نبرفو، خاطر كي تبرف انا نعطيك وانت تعطيني، ونبدلو ونغيرو ونفركسو على السيتياسيون اللي تضحك اكثر، وفهمت كيف انا ماشي تجيب اكثر هكي، خاطر هما هي الحكايه معموله على على السيتياسيون مش على الكلام. راه الوضعيه اللي انت تفهمها ووضعيتك في بنت امها. بنت امها كنت ضعيفه كالعادة، هي كان هي من أول يعني عملناها وسنا عودت تواجدت في الفتاث حلقات. بنت أمها خفيفة كسلسلة نتاع 8 دقائق 10 دقائق ماكسيموم، حلوة تعد تهضمها المتفرج، تخليك تتشجع أنك تعمل مثلا خدمة أخرى في النوعية هذه. كان يجيك عرض هكا تقبله؟ أنا كانت عندي خدمة قبل ما تجي بنت أمها اسمها الفيرما مع طارق بعلوش وفؤاد ليتيم، اللي هي كنا باش نعملوها في النمط هذا، ما تفهمناش مع البروديكتور مش على الفلوس، لا هاو باش نعملوها اليوم، هاو باش نعملوها غدوه، هاو على الوقت. يا اخي من بعد الحقيقه قلنا لها مش لازم، احنا لاهين توا عندنا من هم بالطبيعه، احنا عندنا من نعملوا وقتها. يا اخي مشت فكره مشت على روحها. بعد هيك جات بنت امها، ما نكذبش عليك نحب نجرب كل شيء، هذيك السلسله والنوعيه هذيك نحب نخدمها نجربها باش نفهم روحي ونتعلمها، مره جايه نلقى روحي كتجربه كسبتها في تجربه جديده ممكن تجيني نخدمها. مش بكثره المشاهده فقط، اللي في الدومين تبع الاعمال كيف المشاهد بعد الثورة، المشهد الدرامي والإعلامي يكون بصفة عامة كبر، من حيث الكم من حيث الكيف أيضا، برشا تلافز برشا إنتاج، هذا مهم لنا كميدانيين معنا في المهنة ليفتح آفاق للممثلين للشباب. وكانت في وقت ما كانت التنمية الوطنية فقط هي تقوم بالمهمة هذه، وكان المجال والأفق ضيق تو ولا مفتوح أكثر، وهذا مهم يشجع ممكن حتى المسرحيين باش يخوضوا تجارب في الكتابة وفي الإخراج، خاصة أكثر من التمثيل. الممثل ديما متاح له أكثر فرص من الكاتب ولا المخرج يشجعوا. لكن تقعد مشكلة الإشكال هذا الإنتاج. الإنتاج حاليا حسب ما نشوف برشا قنوات حسنت وضعية الانتاج، ما لازم نخرجوا من الموسمية فقط من رمضان. نقطة مهمة تكلمت عليها، معناها حتى كان تعدت القنوات التلفزية يقعد الانتاج موسمي. سي جمال شندول رايك؟ هذا رايي ونلاحظوا فيه، يخرج رمضان الموسم شنو رمضان عند شهر رمضان يخرجوا من رمضان يحضروا رمضان الجاي، ما فماش استمرارية في الانتاج. واضح. نمشي نسمع أمينة فخت. تحب تسمع أمينة فخت هكا ولا نسمع على الله؟ نسمع نتاع بقولنا. يلا ان شاء الله. هو من الناس العزيز علينا برشا، احنا نساء بمناسبة عيد المرأة. ايوه الحقيقة حرضتكم باش تطالبوا بعيد الراجل، هذا مفروض. انا نتمنى ان شاء الله ديما المرأة بخير ان شاء الله. حاجتين انا ما نحبهمش للمراه، البطاله والجهل، حشم التصنت وحشاكم، هذوما هما مازالوا موجودين. ان شاء الله نهار من نهارات كي نحتفلوا نقولوا رانا وصلنا النسبه مئويه فيهم، معناها تجاوزناها اللي كان في 2015. هذوما الزوز اللي نتمناهم للمراه، انها ما تكونش حشاك جاهله وما تكونش بطاله. نتمنى ان شاء الله برشا خير للمرأة التونسية. مسيرة في أكثر من 43 سنة توا لطيفة القفصي، شنو تشوف؟ في المرأة ولا في روحي؟ في روحك، ساعة من بعد تو نجيو للمرأة. مش مرأة. أنت مرأة. والله ما نجمش أنا نشوف روحي ولا نحكي على روحي الحقيقة في الجانب هذا. نجم نحكي تحكي لك على زميلتي صديقتي. أنت هكا أهم المراحل اللي تعديت بهم في حياتك. والله نظلت قريت
دخلت كنت انا مش نعمل شيء وبطلت وعملت مسرح. المسرح حلو برشا، مانيش نادمة اني بطلت من هذه ومشيت لهذه. نحب ياسر الخشبة بدرجة متفاوتة على التلفزة أو السينما أو الراديو. نحب المسرح ما يتنحاش يتواصل. كي ضحكة شنو السر؟ سرها أني وما عجبتك كي جيب جنقوله وما عنيش جنقوله من عمك. التواصل كياقة ياقة في أسس وصحيحة في سكة باهية باش بحول الله المرأة ولا المثقفة والمسرح يعني يمشوا لقدام يطلعوا لفوق ما يعني ما يديرابوش. هذا هو عادي جدا. والحاجة اللي جيت باش تقولهم ضحكت وما قلت. اي هذوك ما نقولهمش. وان شاء الله اللي نتمنى انا تونس ربي يحسن عاقبتها وربي ان شاء الله ديما عالمنا يرفرف. وان شاء الله ديما المرأة بخير. وغدوة ان شاء الله عنا لقاء كبير من كل المجالات للثقافة بما فينا معناها فنانات ولا شعراء مسرحيات. عندك فكرة شكون باش يكون معك ولا لا؟ لا عندي عندي فكرة كيما هذوما من جيلي واقدم مني كيما نجار وغي كيما حليمة داود كيما عزيزة أبو لابيار كيما حتى دلندا عبد القاص تدعه ولو هي يعني نتمنى إن شاء الله كل الشفاء. سلمى بكار سلمى بكار يعني هي سينمائية. برشا الحقيقة هم برشا وجوه وبرشا مبدعات وإن شاء الله هذولش نتلاقوا. هو تكريم بطبيعة للمرأة المثقفة المرأة التونسية بصفة عامة واعتراف بالجميع. لا ان شاء الله كل عام احنا بخير نساء ورجال حاجة تخصكم. انا هاني قلت لكم طالبوا حاجة حلوة برشا. نحب كلمة من القلب للقلب لكل مرأة تونسية تسمع فيك طبعا. يعني المرأة ان جنرال معناها كل مرأة تونسية اون جينيرال بيان سور. صعيبة شوية في الراديو الحقيقة. أنا قلت قولها في ودنها. خاطر صعيبة شوية. والله شو نقول لك أنا باش نعدل نقول إن شاء الله كل عام أنت حي بخير. وهي تو تفهم. إي هكيك. واضح كل عام والمرأة التونسية حية بألف خير. نمشيو مع الموسيقى ونرجعوا باش نختموا لقائنا معكم ضيوفنا اللي بحضنا في الاستوديو وهكا تكون السهريه ختامها المسك. عندهم يقولوا للمرأة التونسية بالطبيعه ماذا بيا نسمع. انا نحب نادي غالي الحسن توا غزاله من غزاله المسرحيه تسمع فين ناديت ليش ونتمنى لها شنو عيد سعيد هكا. اي عيد سعيد عيد سعيد فوالا سي جامي. انا المرأة شكون هي؟ اختي هي امي زوجتي. تكون كلمة واحدة نساء وبنات نساء ونساء. حنا لك الميكرو لسي عبد الوهاب مبروك. سينا واحد عبد الوهاب تفضل سي عبد الوهاب كلمتك. يعيش حتى انا هدي تحياتي للمرأة التونسية عامة وبالاخص هدي لزوجتي اللي اسمها ابن عيال. فوالا ربي يفضلكم لبعضكم الكل. احنا باش نمشيو مع الغناية ونرجعو لكم. جوهرة اف ام جوهرة اف ام الدنيا وما فيها